السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ نبدأ مع بعضنا زي ما اتعودنا، هنراجع القسم اللي احنا واخدينه قبل كده. نبدأ؟ جميل، مع بعضنا كل واحد يفتح مصحفه، اصبعه على الكلمة ومركز مع الشيخ عشان ياخد حسنات. يلا من أول. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. جميل، عيدوا انتم من الاول تاني. يلا احسن من اول. ثم ذهب، اسمع الناس الكويسة. جميل، نبدأ مع بعضنا بقى القسم الجديد. ألم يكو، خد بالك ما أقولش يكن، أقول يكو كاف ضم كو. جميل، ألم يكو. جميل، أسمع مرتين. ألم يكو. نطفة من مني. جميل، نطفة من مني يمنى. طب ناخد بعضنا، ناخد بالنا من الحته دي. نطفة من الغنتين، نطفة اعمل الصوت ده الغنة. جميل، من مني يمنى. جميل، الغنة دي برضو. جميل جميل. طيب مع الشيخ واحدة واحدة، ومن أول الآية، من أول الآية. ألم يكن نطفة. جميل، ما أقولش يكن، أقول ألم يكن نطفة من مني يمنى، من مني يمنى، من مني يمنى. طيب من الأول. ألم يكن نطفة من مني يمنى. أحسن أحسن، ممتازين. ألم يكن نطفة من مني يمنى. الناس الممتازة، ها قول انت بقى. يلا، لا عايزين احسن، نركز فيها اكتر. ألم يكو، واحدة واحدة. ألم يكو. جميل، ألم يكو. اسمع منكم بقى، ها. نطفة من مني يمنى. نجيب الآية كلها مع بعض، مع بعضنا. يلا على بعضها، الناس اللي عايزة تاخد حسنات كتير. ألم يكن نطفة من مني يمنى. جميل، نبدأ الآية اللي بعدها. ثم كان علقة، ثم كان علقة، ثم كان علقة. أحسن، وخد بالك من الغنة بتاعت ثم، وطلع لسانك في حرف الثاء. ثم كان علقة، قولوا ثلاث مرات، ها. فخلق فسوى، فخلق فسوى،
فخلق فسوى، فخلق فسوى. جميل، هات الآية على بعضها مع الشيخ، الشيخ هيقولها واحنا من وراه. ثم كان علقة فخلق فسوى. لا، الغنة بتاعت علقة فخلق، ما ننساهاش. جميل، نبدأ نعيد الآية تاني. ثم كان علقة فخلق فسوى. نعيد الآية 3 مرات، يلا ها. طيب، نجيب الآيتين على بعضهم. ألم يك نطفة من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. ما ننساش الغنى يا ممتازين. طيب عيدوا لي انتوا الايتين تاني من اول. الم يكن، اسمع، شوف الناس اللي حفظت ومركزه. جميل، ناخد الايه اللي بعدها. فجعل منه الزوجين، فجعل منه الزوجين. جميل، اسمع 5 مرات. فجعل منه الزوجين. نقول الآية بقى كلها على بعضها. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. خد بالك من كلمة الذكر، طلع لسانك في كلمة الذكر في الذال. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. خد بالك من الغنة بتاعت والأنثى، وطلع لسانك في حرف الثاء. طيب مع الشيخ الآية تاني من الأول. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أحسن، ممتازين حبايبي الحلوين. يلا قول أنت وحدك، يلا ها. فجعل منه طيب نجيب من الآية الأولانية اللي بدأنا بيها. ألم يكن نطفة من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. جميل، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. طيب عيد الآيات انت بقى زي ما حفظناها مع بعضنا، نعيد وحدنا بقى، الشيخ حفظها لنا، نقول مع بعضنا من الأول. يلا، ألم يكن نطفة، أسمع. جميل، ناخد بالنا من الغنة بتاعت والأنثى. آخر آية معانا في الصورة، نركز. أليس ذلك بقادر، أليس ذلك بقادر جميل، نعيدها 3 مرات، يلا نعيد 3 مرات، يلا ها. أليس ذلك بقادر، يلا مع نفسكم ها. تمام، نقولها مرتين كمان فوق الثلاث عشان يبقى 5. جميل، أليس ذلك بقادر، يلا عشان ما ننساش. على أن يحيي، ركز في المد. أيوة، على أن يحيي. في ناس ممتازة. على أن يحيي الموتى.
يمين. هنعيدها مع بعضنا 4 مرات. على أن يحيي الموتى، على أن يحيي الموتى، على أن يحيي الموتى. خد بالك من الغنة بتاعت أن يحيي. جميل، عيد انت كمان مرتين يلا. ها جميل، قول يحيي مش يحيي، لا الياء مفتوحة. يحيي يحيي. جميل جميل، يلا آخر مرة مع بعضنا. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ طيب جميل، نبدأ من الأول مع بعضنا تاني. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ في حاجة جميلة يا أولاد؟ تمام، نقول الآية كمان مرة عشان احنا ما لحقناش نكملها. أليس ذلك؟ ها جميل، في حاجة أنا أقول لكم عليها بعد ما بنخلص الآية بتاعت أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بقول بلى قادر، بقول كده بسري بلى قادر. نقول إيه؟ يبقى بعد ما نخلص الآية بنقول إيه؟ طب اسمع كمان مرة عشان ما ننساش. جميل، نجيب بقى مع نفسنا، أنتوا اللي هتقولوا بقى. يلا، ألم يكن نطفة؟ يلا حبايبي الحلوين. شاطرين حبايبي الحلوين، ممتازين.